السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم زميلكم محمد صبحي. بإذن الله النهاردة هنتكلم على الشابتر الأخير في المناعة، نتكلم على أدوية ضد الفيروسات. ده آخر شابتر في الفارما، وكانت الكلية منبهة إن هيجي عليه جزء كبير هو والشابتر اللي قبله اللي هو شابتر 21. نبدأ مع بعض. أولا احنا عندنا أربع آلات، دول أربع آلات من الأدوية هنتكلم عنها. أدوية ضد حاجة اسمها الهربس، وحاجة اسمها السيتوميجالو فيروس. تاني حاجة أدوية ضد فيروسات بتسبب مشاكل للريسبيراتوري سيستم، الجهاز التنفسي، الجهاز التنفسي، كحة وعطس وكده. تالتة حاجة ضد الكبد، هيباتيك فيروس زي الهباتيتس بي وسي، زي الهباتيتس بي وسي. رابع حاجة معانا هي ال HIV اللي هي الهيومن اميونو ديفيشنسي فيروس، اللي لما بتتطور بتقلب لحاجة اسمها ايدز. تمام، بدول الأربع آلات بتوع الأدوية اللي هنتكلم عنهم إن شاء الله بإذن الله النهاردة. اول حاجه مع بعض نبدا بالهربس والسيتوميجالو فيروس. عندنا كام دواء؟ عندنا ثلاثة. اول حاجه بيبدا بحرف الاي، سايكلوفير. سايكلوفير، سايكلو تحسه كده جايه من كلمه سايكل، وفير يعني تبع فيروس، وايه ده اول حرف، عشان اول حرف. تاني واحد اسمه جانسي كلوفير، جانسي وكلوفير اهي. اخر واحد معانا اسمه فيد، اسمه كده ثلاث مقاطع، فيد ارا بين، فيد ارا بين، فيد ارا بين، هتلاقيني كاتبها ايه كل واحده بلونها ايه، فيد ارا بين، عشان تعرف تحفظ. تاني اسايكلوفير وجانسيكلوفير، كلمه كلوفير مشتركه فيه. اول واحد ده بيبدا بحرف الايه، وحرف الايه ده اول حرف اللغه الانجليزيه، وكده تحسه بدائي، فهو برو دراج، برو دراج. طب البرو دراج ده مش شغال، عايز يتنشط، يتنشط بمين؟ يتنشط بالفيرال انفكتد سيل، الخلايا المصابه بالفيروس، ويتحول الى مركب نشط. المركب النشط ده عايز يهاجم الفيروس. يهاجمه منين؟ والله بيهاجمه من خلال الدي ان اي بوليميريز، اللي كان مسؤول ان يضيف قواعد جديده والفيروس يتضاعف وكده. طب انا وقفتها، الفيروس مش هيتضاعف، الفيروس مش هيتضاعف، هيموت، مش هيعرف، مش عارف يتضاعف، مش عارف يزيد في العدد، هيموت. تمام، يبقى انا عملت له انهبيشن للهربس فيروس دي ان اي بوليميريز. طب الاستخدامات بتاعته، ممكن استخدمه اورال، يعني كبسولات في الفم، بارنترال عن طريق الحقن، ممكن توبيكال، مراهم وحاجات من دي تحط على جلده كده. بستخدمها في مين؟ اول قلت لك الهربس سيمبلكس انفكشن، نوع من الفيروس اسمه الهربس سيمبلكس انفكشن، وحاجه اسمها الفاريسيلا زوستر انفكشن كانت مذكوره في المايكرو. وطب لو واحد بقى مناعته ضعيفه اساسا، واحد مناعته ضعيفه وانا مش عاوزه يجيله اساسا الهربس سيمبلكس انفكشن، عشان هو مناعته ضعيفه مش هيستحمله، فبعمل له بروفلاكسس، بعمل له وقايه ضد الهربس في الاميونو كومبرومايزد بيشن. بعمل له ايه؟ بعمل له وقايه، بعمل له وقايه اساسا ان هو ما يصابش بيها. تمام، تمام. وطب لو واحد بقى جاي له سايتوميجالو فيروس، جاله سايتوميجالو فيروس وعايز انقذه بسرعه، ادي له ايه؟ ادي له حقنه عشان توصل للدم بسرعه، بايوفيلوتي 100%. بدي له مين؟ بدي له الاسايكلوفير، بدي له الاسايكلوفير. دي الاستخدامات بتاعته. طب الاعراض الجانبيه، قلت لك ان هو الادويه ده بتأثر على السي ان اس، بتأثر على الجهاز العصبي، فبتعمل هيدك، صداع، ونيورو توكسيستي، بتأثر على الأعصاب، تسمم في الأعصاب، ولوكال اريتيشن يعني زي انزعاج كده في مناطق معينة. تمام، تمام، اللي هتحطه مرهمه. طب مين الناس ما ينفعش استخدم معاهم الاسايكلوفير؟ قال لك الحمل والرضاعة، الحمل والرضاعة، حمل والرضاعة ما يستخدموش اسايكلوفير. خلص، نخش على اللي بعده. الجانسيكلوفير شبه اخوه يا عم، اخوه ده هاز سيميلر اكتيفيتي الاسايكلوفير ضد الهربس وضد الفيروس الفاريسيلا زوست. قال لك بس هو عشان في كلمه جا، جا ده هي بتاعه السيتوميجا، ميجا اهي، ميجا حرف الجي برضو هنا اهو، جي هنا مع الجي. قال لك ده اقوى بقى ضد السيتوميجالو فيروس، ده اقوى ضد السيتوميجالو فيروس، بيعمل انهيبيشن للسيتوميجالو فيروس والهربس دي ان اي بوليميريز، دي ان اي بوليميريز اللي هو مسؤول عن تضاعفه، بيعمل لهم انهيبيشن، وخصوصا لمين؟ للسيتوميجالو فيروس اللي هو سي ام في. تمام، تمام. قال لك الانديكيشن بستخدمه مع مين؟ بستخدمه مع الاطفال. ادي حرف الان اهو اللي في كلمه جنسي، حرف الان اللي فيها ده اهي، مع النيونيت، مع النيونيت، نيونيت كونجنتلي انفكتد، يعني جالهم مثلا عن طريق البلاسنتا او عن طريق الرضاعه، تقلهم السيتوميجالو فيروس ده. تمام، يبقى كلمه جي دي بتاعت السيتوميجالو فيروس، والان دي بتاعت النيونيت. تمام، تمام. ادفيرس افكت بتاعته بيعمل ميلو سوبريشن، يعني ايه؟ يعني البون مارو، البون مارو ما عادش يطلع خلايا دم حمراء وبيضاء وصفائح دمويه، وده غلط على الانسان. تاني حاجه بقى بيعمل دوز ريليتد نيتروبينيا، الخلايا الليمفاويه عددها يقل، الخلايا قصدي النيتروفيلز اللي هي المتعادله عددها يبدا يقل، خلايا النيتروفيل عددها يبدا يقل، وبيحصل هيدك، صداع، بيحصل كونفيوجن، بيحصل هالوسينيشن، بيحصل اتاكسيا، دي حركه غير طبيعيه للايد، هالوسينيشن، هلوسه، كونفيوجن، قلت لك حيره، وبروسيجرز يعني تشنجات. ليه قلت لك معظم الامراض دي بتاثر على السي ان اس؟ بتاثر على السي ان اس. تمام، وعملت ميولو سوبريشن، عينك على الكلمه دي عشان مميزه قوي، ميولو سوبريشن دي، والنيتروبينيا بيقلع الخلايا المتعادله. خش على الصفحه اللي بعدها.
فاضل لنا الفيد ارابين. الفيد ارابين خلي بالك بقى، كل كلمه فيه هنطلع منها حاجه. شايف الدي اللي هي في كلمه فيد دي؟ الدي ده هي شبه حرف الدال، فهي مع المعده والكبد. والكبد و ثانيه، الكبد و ثانيه، والمعده والجلد والكبد. يبقى المعده والجلد والكبد، تمام. وكلمه ارابين، بين دي شبه كلمه عين، تمام. وكلمه بري ارابين دي شبه كلمه برين. تعال بقى اما تحط الكلام كل اللي احنا قلناه ده، بس استخدمه في الهيربس سيمبلكس خلاص عادي، وبيعمل انهيبيشن للفيرال دي ان اي بوليميريز، مش جديد عليه. قال لك بستخدمه في الانكافلايتس، ده التهاب في اغشيه المخ، التهاب في جزء من المخ، جزء من المخ، تمام تمام والهيربس كيراتايتس، كيراتايتس دي جايه من كلمه كيراتين، حاجه تبع الجلد، قلت لك اهو الدال اللي كان تبع كلمه الجلد. والكيراتو كونجنكتيفس، الكونجنكتيفس دي اللي هي الملتحمه بتاعه العين، والايفس اللي اخرها دي التهاب في ملتحمه العين من نتيجه فيروس اسمه الهربس. يبقى دي كلمه العين. طب فين المعده بقى؟ المعده في الاعراض الجانبيه بتعمل نويز وميتنج ودايري، تعمل عايزك عايز ترجع، وعندك اسهال، وعندك شعور بقي، وبتعمل اوكيولار اريتيشن على العين، وبتعمل كمان نيوروتوكسيستي خلاص دي متفقين عليها عشان بتاثر على السي ان اس، وبتعمل هيباتيك ديسفانكشن، بتاثر على وظائف الكبد، بتاثر على وظائف الكبد. كل ده طلعناه من كلمه فيد ارابين. قلت لك ان الدي ده اهي حرف الدال ده اهو مع المعده والكبد والجلد، معده وكبد وجلد، بتعمل كيراتايتس، الهربس كيراتايتس، والكبد بتاثر، بتعمل هيباتيك ديسفانكشن، ضعف في وظائف الكبد واختلال فيها. المعده بتعمل نويز اوف فوميتنج. كلمه ارابين شبه كلمه برين، فانا بستخدمها في حالات الهربس انكافلايتس، والعين في الكونجنكتيفس، وبتعمل اوكيولار ريتيشن. كل ده طلعناه من الاسم. الحمد لله. نخش بقى على تاني عيله بتاعت الجهاز التنفسي، ودي برضو بقسمها كده، او سيلتا اميفير، او سيلتا اميفير. تاني واحد معانا اسمه امانتادين. امانتادين تحسه طيب كده، زي قريب للاوجمنتين كده، ممكن تعرف تحفظه لوحدك امانتادين. اخر واحد معانا اسمه ريب افيرين، ريبا افيرين، ريبا فيرين، ريبا فيرين، ريبا فيرين. فيرين دي كانت كلمه فيروس، وريبا هقول لك دلوقتي السكيما ليها برضو. قال لك الاوسيلتاميفير، قال لك الاوسيلتاميفير انا بيشوف الفيروس كده يقول اوه اوه، ويقول له افضل مكانك، اثبت مكانك، فبيرفنت الريليزنج ذا فيروس من الهوست سيلز تو انفكت اذر سيلز، يعني ما بيخليش الفيروس يخرج من الخليه، خليه مصابه يروح لخليه ثانيه. ده مين؟ الاوسيلتاميفير، يشوف يقول اوه، خليك اثبت مكانك ويقبض عليه ويخليه مكانه. طب الاوسيلتاميفير ده بستخدمه في ايه؟ ضد الانفلونزا اي وبي، قلت لك يا عم ده تبع الجهاز التنفسي، عطس بقى ومعاك عايز منديل عشان تنف وحاجات من دي، تمام. فضد الانفلونزا اي وبي في اول 48 ساعه من الاعراض، وممكن يقلل الاعراض الجانبيه اللي ناتجه عن الانفلونزا، لان الانفلونزا بتقوم جايبه معاها بكتيريا انفكشن وحاجات كده، بتلاقيها نازله في لونها اصفر كده واخضر مع المنديل، يعني اتمنى ما تكونش عارفهم بس فاهمك انا ايه المقصود. خش بقى على الامانتادين. قال لك الامانتادين شايف بيبدا بحرف الايه، فهو ضد الانفلونزا ايه، ضد الانفلونزا ايه بيعالجها، وانهبت الفيرال انكوتنج، دي حاجه جديده اهي، خلي بالك بقى عشان دي كلمه جديده، انهبت الفيرال انكوتنج، انهبت الفيرال انكوتنج، انهبت الفيرال انكوتنج، تمام. بيروفلاكسس ات فلو سيزون، وبيعالج الشلل الرعاش، وبيعالج الشلل الرعاش لانه راجل، فبيعالج الشلل الرعاش وبيثبت الايد، بيعالج الشلل الرعاش لامانتادين راجل، تمام. والاي دي عشان الانفلونزا ايه، وبيعمل انهبيت الفيرال ان كوتينج، ان كوتينج، تمام. ودي كلمه مميزه فيها، وعينك على الامانتادين ده، تمام. قال لك الريبافيرين، الريبافيرين والله جاي من اسمه، كل هتلاقي حاجات كتير. قال لك الريب ده اهو تبع القفص الصدري، يبقى الريب ده يبقى انا عرفت ان هو بيعالج حاجه في الجهاز التنفسي، تمام. تاني حاجه بقى كمان ان الار ده اهي بتقول لك ان هو ضد الار ان ايه كمان، ضد الدي ان ايه والار ان ايه كمان. تالت حاجه الاي ده اهي بتاعت انفنت، الاي دي بتاعت انفنت اللي هو الجنين، الاي دي بتاعت ايه؟ بتاعت انفنت اللي هو الجنين، وبتاعت كمان الانترفيرون لان انا بستخدمه مع الانترفيرون. طب والبي دي بحتاجها في ايه؟ البي دي تبع هيباتيتس بي، البي دي بتاعت هيباتيتس بي، يبقى البي دي كانت بتاعت هيباتيتس بي. كل ده طلعناه كده بس من كلمه ريبا، ريبا فيرين. يبقى هو الار ده عشان هو تبع الجهاز التنفسي، وريبا دي يعني ضلع، وبستخدمه كمان مع وبيعمل انهبيشن للار ان ايه كمان بوليميريز زائد الدي ان ايه. الاي دي بتاعت الانفنت والانترفيرون، بتاعت الانفنت والانترفيرون. البي دي بتاعت الهيباتيتس بي فيروس، تمام. طبعا طالما تبع الجهاز التنفسي يبقى يعمل يبقى هو ضد النمونيا، يبقى هيعالج لي كمان النمونيا اللي هو التهاب في الرئتين. يبقى تعالى نقرا كده مع بعض، انهيبيشن للفيرال دي ان اي والار ان اي بوليميريز، بستخدمه مع الانفنت واليونج تشيلدرن، ريسبيراتوري فيرال انفكشن زي النمونيا، التهاب في الرئتين. والهيباتيتس بي فيروس بستخدمه مع الانترفيرون حرف الاي، تمام.
اعراضه الجانبيه طبعا كلمه كمان برضو كنت عايز اقولها لك، ممكن نطلعها من حرف البي ده اهو، انتبه البلد بيأثر على البلد فبيعمل انيميا، بيأثر على الدم ويعمل انيميا، بيأثر على الدم ويعمل انيميا، ويعمل ريسبيراتوري ديبريشن، ساعات يقوم موقف كمان الجهاز التنفسي، يعني يجي يعالجك بس قام عامل ريسبيراتوري ديبريشن مع جرعه عاليه. ما استخدموش مع مين؟ ما استخد... احنا قلنا كنا بنستخدمه مع الاطفال، ما استخدموش بقى في واحده حامل، ما استخدموش في واحده حامل، مين اللي ما كنتش بستخدمه برضه في واحده حامل؟ اسايكلوفير. بنجمع مع بعض كده، يا رب تكون بتكتب معايا، الاسايكلوفير ما بستخدموش في حالات الحمل، هو و الريبافيريدين زائد الريبا في... الريبا في ريبافيريدين. تمام، ريبافيرين قصدي. كده احنا خلصنا العيله الثانيه بتاعه الجهاز التنفسي، نخش على العيله بتاعه الكابيتال. اول عندنا كام؟ عندنا ثلاثه. اول واحد معانا اسمه الانترفيرون المشهور ده بتاع الفيروسات اللي كان بيمنع خروجها وكده، والصوفو سبيوفير. صوفو سبيوفير كام كلمه؟ صوف كده، صوفو سبيوفير، صوف كده بالكامل، ولا عشان ساعات بيحصل ناس انتلوي في الكابت فبخيطه في صوفه كده، تخيل يعني. واللامي فيودين، لامي فيودين تبدا بحرف اللام كده، الكبد لام لام فيودين. تمام، اي سكيمات بقى وخلاص. نبدا كده مع بعض بالانترفيرون. قال لك الانترفيرون دي عباره عن جلايكو بروتين، يعني يعني بروتينات مع سكريات. جلايكو بروتين بالفيرال انفكتد سيل، الخلايا المصابه هي اللي بتطلعها، زي مين؟ زي الليوكوسايت والفايبروبلاست، دي بتطلع انترفيرون، خلايا الدم البيضاوي الفايبروبلاست. وقال لك فيرال نان سبيسيفيك، يعني هو مش ضد فيروس معين، لا ده بيلطش كله، براود سبيكترام، عيله كبيره قوي يعني. تمام، واسع الطيف، بستخدمه في الكرونيك هيباتيتس بي وسي، التهاب الكبد الوبائي بي وسي، وفي كمان الهيرباس زوستر شغال اهو، في الهيرباس زوستر زي الاسايكلوفير والجانسيكلوفير اللي احنا كنا سائلينهم والفيدارابين. بستخدمه في حاجه اسمها الكوندولومات اكيوميناتا، وصراحه ما اعرفش دي ايه دي، والايدز، الايدز، وبزود عليه، بزود يبقى زيدو فيودين، زود زيدو فيودين، زود زيدو زيدو فيودين. تمام، تخش على السوفوس بيوفي، ده صوف، الصوف ده بيبقى لسه حاجه كده، لسه ماده اوليه، فالصوف ده عباره عن برو دراج، برو دراج. مين كان برو دراج برضو؟ الاسايكلوفير. يبقى لحد دلوقتي معانا اتنين برو دراج، الاسايكلوفير والسوفو سبيوفي. اكتيفيتد في الليفر لاكتيف ميتابولايت، لان دي المنطقه المصابه اساسا. بستخدم بيعمل ايه؟ بيعمل انهبيشن، انهبيتس للهيباتيتس سي فيروس ريبليكيشن، بيمنع التكاثر، بيمنع التكاثر بتاع الفيروس، بيعمل انهبيشن للنون ستراكشرال بروتين 5 بي، ده المسؤول عن الار ان اي بوليميريز. الار ان اي بوليميريز اسمه نون ستراكشرال، نون ستراكشرال بروتين 5 بي، نون ستراكشرال بروتين 5 بي، هو ده المسؤول عن تضاعف الفيروس اللي من النوع ار ان اي، لان الهيباتيتس سي فيروس، سي ده كان تبع عيله الار ان اي. تمام، فبستخدمه في الكرونيك هيباتيتس سي فيروس، وبيأثر على، بيعمل صداع وبيعمل نويزه وبيعمل فتيج وبيعمل نيتروبينيا. نيتروبينيا كده تاني واحد يعمل نيتروبينيا بعد الجانسيكلوفير والسوفوس بيوفير. جمع معايا الحاجات المتشابهه، معظمهم كان بيعمل هيدك فما توقعش يجي يسأل عليها، حاجات كتير بتأثر على السي ان اس. نويزه كان مع الفيد ارابين، وده الفتيج ده اول مره يظهر هنا، والنيوروتروبينيا كلمه مميزه مع السوفوس بيوفير والجانسيكلوفير. قال لك نخش على اللامي فيودين. قال لك اللامي فيودين ده دواء 2 في 1، دواء 2 في 1 بيعمل انهبيشن للفيرال دي ان اي بوليميريز والار ان اي بوليميريز، شبه مين؟ زي الريبا فيريدين، زي الريبا فيريدين، بيعمل للدي ان اي والار ان اي، فهو لئيم لامي فيودين، لئيم لامي فيودين، بيعمل الاثنين، لئيم لامي فيودين، فبيعمل الدي ان اي والار ان اي. طب تعالى نشوف بقى مين اللي كان دي ان اي، اللي كان دي ان اي كان الهيباتيتس بي. طب مين كان ار ان اي؟ كان الار ان اس الفيروس سي وي الاتش اي في، وي الاتش اي في انفكشن، دول كان ار ان اي. فعشان الدي ان اي انا بعمل انهبيشن للفيروس الهيباتيتس بي، وعشان الاتش وعشان انا ار ان اي بعمل انهبيشن للاتش اي في، وبستخدم في العلاجات دي. تمام، الفيرال ريفرس ترانسكريبتيز ده اسمه انزيم النسخ العكسي. احنا كنا عارفين طبعا ان الدي ان اي بيحصل له عمليه نسخ يدينا ار ان اي، طب لو الار ان اي بقى ادانا دي ان اي ده اسمه نسخ عكسي، ده اسمه نسخ عكسي، ده اسمه ايه؟ نسخ عكسي. مين اللي بيعمله انهبيشن بقى؟ هو اللامي فيودين، لئيم، وكمان بيوقف الدي ان ايه كمان. تمام، واحنا عارفين ان هيباتيتس بي ده دي ان ايه، وان الار ان ايه اتش اي في وهيباتيتس سي، فنركز مع بعض كده في الحاجات دي. نخش بقى على اخر عيله معانا اللي ضد الاتش اي في. والله في ريفرس ترانسكريبتيز انهبيتور، يعني بيمنعوا انزيم النسخ العكسي انه يشتغل، ودول عباره عن عيله الزيدو فيودين والدواء اللئيم اللي اللامي فيودين تبع، شوف لئيم كمان شارك هنا وهنا مع الكبد و الاتش اي في. يبقى زيدو فيودين اللي احنا كنا بنزوده دايما كده مع اي حاجه، واللامي فيودين والديدانوزين، كام كلمه ديدان؟ تمام،
طب ال HIV بروتيز انهبيتور، بص يا سيدي، في انزيم اسمه بروتيز ده بيكسر البروتين، فانا بكسر الانزيم، بكسر الانزيم اللي بيكسر البروتين. تحسه فيلم هندي، كلمة هندي انديان افير، اندينا فير، اندينا فير جاي من كلمة هند، انديا جاي من كلمة هند، اهو فيلم هندي، بكسر انزيم بيكسر البروتين، فيلم هندي، يبقى اندينا فير. والريتونوفير، والريتو ده اسمه ممثل اسمه ريتون افير، اسمه ريتون افير، او مفيش حد اسمه كده يعني، بس تخيل يعني ريتون افير، تمام. ده كان تبع عيله الاتش اي في بروتيز انهبيتور، بيعمل انهبيشن للفيرال ار ان اي ديبندنت دي ان اي بوليميريز. يعني ايه بقى الكلمه دي؟ يعني الانزيم اللي هو الانزيم اللي كان معتمد ان هو يحول الار ان اي الى دي ان اي، يبقى انهبيت الفيرال ار ان اي ديبندنت دي ان اي بوليميريز. بستخدمه في مين؟ بستخدمه والله في فيروسات فيها ار ان اي، زي مين؟ زي الناس اللي تطور ليها ال HIV وبقى AIDS. ال HIV بقى AIDS، لو هم عندهم AIDS بستخدمه معاهم. طب لو هم HIV positive بستخدمه معاهم ومش ظاهر عليهم اعراض اديه لهم برضه. طب واحد، طب ام عندها HIV ومش عايز ينتقل للجنين اديها برضه، يبقى ده اللي ما عليهمش اعراض والام، يبقى ما فيش اعراض، اعراض لا، وام لا، وام عندها، تمام. وبروفلاكسز اجينست انفكشن، واحد خد حقنه، واحد يا سيدي خد حقنه وطلعت ان هي كان فيها اتش اي في، كان فيها فيروس الاتش اي في، بعمل له وقايه، بروفلاكسز اجينست انفكشنز من خلال الاكسيدنتال نيدل ستيك، من خلال شكه ابره، يبقى اربع حاجات كده مع بعض كنت استخدمت فيها الدواء اللي هو تبع عائله الريفرس ترانسكريبتيز اللي هو الزيدوفيودين. ايه هو؟ الاسيمبتوماتيك ايدز بيشنت، اللي قصدي سيمبتوماتيك ايدز بيشنت، واحد عنده الايدز، واحد مش ظاهر عليه الاعراض بس هو اتش اي في بوزيتيف، ام عندها اتش اي في مش عشان ما تنتقلش للجنين، واحد انتقل له حقنه بالغلط فيها ال HIV. بيعمل ايه؟ بيعمل هيدك، صداع، فيفر، دايريا، جرانيولوسايتوسيس، كلمه مميزه قوي عينك عليها مع عائله الزيدوفيودين، جرانيولوسايتوسيس. يعني ايه جرانيولوسايتوسيس؟ يعني مفيش، جرانيولو اللي هي الخلايا المحببه اللي هي كانت النيتروفيلز والايسينوفيلز والبيزوفيلز، ما بيقل عددهم، ما بيبقوش موجودين، جرانيولوسايت دي نافي، تمام. والكلمه دي مميزه مع دواء اسمه زيدوفيودين، كلمه مميزه ممكن تشوفها بكره، زيدوفيودين. قال لك الزيدوفيودين ده بستخدمه مع اللامي، قصدي فيودين، ممكن احط عليه زيدوفيودين اثناء الحمل، لامي بحط عليه زيد وبزود، تمام. قال لك الديدانوزين، الديدانوزين برضو بيعالج الاتش اي في انفكشن، ممكن استخدمه الون او ازود زيدوفيودين وفي الاتش اي في بوزيتيف بيشنت عشان يقلل ان هم ما يبقاش عندهم ايدز. خلي بالك بقى الديدانوزين ده فيه كلمه دي يعني اتنين، واتنين دي عشان هو بيعمل حاجتين بحرف البي، اتنين عشان هو بيعمل حاجتين بحرف البي، بيعمل بانكرياتيتس وبيعمل بيريفرال نيورايتس، يعني التهاب في البنكرياس قصدي، والتهاب في الاعصاب الطرفيه. قال لك اخر حاجه بقى بتوع الفيلم الهندي اللي هو الاندانافير والريتينوفير، دول انهبيت الفيرون ماتوريشن. ليه؟ لان هم بيكسروا الانزيم اللي بيكسر البروتين اللي كانوا بيخليه ينتشر، فهو ما عادش بينتشر، فنموه هيقل، نضجه هيقل، يبقى انهبت الفيرون ماتوريشن سيز ليد لكليرنس للامت، وكمان بيعمل ازاله للفيروس اللي مش ناضج. بستخدمه مع الزيدوفيودين عشان اعالج الاتش اي في، بزود، قلت لك الزيدوفيودين ده بنزوده مع كذا حاجه، مع الاندينافير والريتونافير لعلاج الاتش اي في. وقال لك والريتونافير بستخدمه مع الاطفال، ريتونافير، حتى ريتو اهو، ريتو، ريتو كده تحس اسمه اطفال، اسم اطفالي ريتو، الريتو بدل على طفل اقول له ولا ريتو كده، يبقى استخدمه مع البيديتياريكيوز. خش بقى على اخر حاجه مع بعض اللي هي كلمه الهارت، ال HAART، دي اللي هي عباره عن ايه؟ دي اللي هي عباره عن هايلي اكتيف انتي ريترو فايرال ثيرابي، هايلي اكتيف انتي ريترو فايرال ثيرابي، اللي هي الانزيمات اللي عندها انزيم النسخ العكسي زي ال HIV. ودول عباره عن ثلاث ادويه بتجمعهم كلمه زد، زي زيدوفيودين، اي بتاعت الاندينافير، دي بتاعت الديدانوزين. ده بقول لك عباره عن خليط من ثلاث ادويه اللي احنا قلناهم اهم، اللي هو الزيدوفيودين والاندينافير والديدانوزين، دول بستخدمها يعني بحاول اقلل بيها المورتاليتي، الموت والموربيديتي، ان الشخص اللي عنده اتش اي في او ايدز انه يعني ما يبقاش تعبان خالص، وما يبقاش يعني بقلل فرصه موته. طبعا الموت بيد ربنا، بس قصدي يعني ما يموتش بالمرض، يعني لو هيشتد عليه فده بيقلل شويه، لكن هو مش العلاج الفعلي يعني، بس هو ده اللي موجود دلوقتي. خلصت كده، اتمنى الشرح يكون عجبكم، ما تنساش تدعموا بلايك وسبسكرايب وشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.